السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايبي. إن شاء الله النهاردة يوم جديد مع أم الشعراوي. النهاردة بإذن الله معانا 4 فراخ بلدي، بإذن الله نعملهم فراخ مشوي على طريقتي. أتمنى يا رب إن هي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. ونسمي الله كده ونشوف المقادير. معانا المقادير هي بنات فلفل حار وفلفل اخضر ومعلقه كبيره ليمون، عصير ليمون، وكيلو طماطم، وبصلتين كبار طرنشات، ومعانا معلقه 3 معالق خل كبار، وكزبره وشبت. دي اختياري، حابه تحط شبت وكزبره عادي بس بيديلها ريحه. دلوقتي يا بنات هنعمل ايه في الخلطه دي؟ هنفرمها في الخلاط، الطماطم والبصل والفلفل هنفرمهم في الخلاط وهنرجع لكم تاني، استنوا. ايه يا بنات، بعد ما فرمنا المكونات كلها في بعضها، البصل والفلفل والشبت والطماطم فرمناه بالشكل دي كده، يا بنات هنجيب بولة فاضية ونضيف عليها ونحط الخلطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونضيف عليه 3 معالق خل كبار وعصير ليمون معلقة كبيرة. بعد ما ضفنا الليمون والخل هننزل ونضيف عليها البهارات. معانا بهارات فراخ وفلفل أسمر وتوم بودرة وبصل بودرة ومعلقة كبيرة بابريكا وقرفة خشب وكبيبة صيني ومستكة وحبهان وكمون. هنضيفها كده على الخلطة. بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي يا بنات. بعد كده ما ضفنا عليها البهارات هننزل بمعلقة ملح ونقلب البهارات كلها في الخلطة بالشكل دي كده. يا بنات هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا. يا بنات 4 فراخ هم بلدي زي ما قلت لكم، طبعا فتحتهم كده فتحات عشان يشربوا من الخلطة، عملتهم كده بالسكينة، فتحت فتحات كده في الفراخ. هنحطها بقى في الخلطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا احنا غسلين ايدينا كويس اهو. هنعمل بقى الفرخه كده، نخلي جتتها كلها تشرب من الخلطه. هنحط الاربع فراخ. نسيبها ايه 10 دقايق كده في الخلطه، لو مش مستعجله عليها سيبها ربع ساعه، كل ما تتساب في الخلطه بتبقى احسن. اهي بالشكل دي كده يا بنات. تمسكي بقى الفرخه من جوه ومن بره كده، تعملها بالخلطه كده عشان تشرب منها، ونسيبها ربع ساعه لو مستعجله 10 دقايق. والوقت بعد ما سيبناها ربع ساعه في الخلطه، هنجيب صينيه فاضيه اهي وهنرص فيها الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ما اقولكوش بقى بجد ريحتها روعه. هي بنات بعد ما حطيت الفراخ في الصينيه، هنجيب الخلطه اللي هي كانت فيها هنحطها فيها برضه عشان تسوي الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، هي بالشكل دي يا بنات. هنجيب معلقة زيت وهنرشها على الوش كده. اتمنى يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه فيها، ما شاء الله تحفة وهتعجبكم. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وان شاء الله هتعجب اسرتك. هاي بالشكل دي كده يا بنات، هنحطها في الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن اوريها لكم ان شاء الله.
ورجعنا لكم تاني يا بنات بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله جميلة وتحفة بجد روعة. اتمنى يا رب يكون عجبتكم، وهتشوفها ان شاء الله ساعة التقديم. كده يا بنات يبقى خلصنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.